في البداية هنيئا لك يا أم معبد، والله هنيئا لها فعلا. ومش متخيل يعني إزاي تحملت أن ترى أنوار سيدي رسول الله صلى الله عليه عليها وسلم. أفضل الصلاة والسلام. هنيئا لها، رأت وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لها، كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لها، سقت رسول الله في بيتها، الله هنيئا لها، قدم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مس الأرض في خيمتها، هنيئا لها. نظرت وتأملت رسول الله صلى الله عليه الصلاة وسلم، والسلام. فوصفته وصفا يعجز عنه البلغاء، صاحبة الخيمة، أفصح وأفضل وأعظم من وصف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام. شيء عجيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة، ومعاه سيدنا أبو بكر، ومعاه عامر بن فهيرة، ومعاه عبد الله بن أريقط، وكان لاحق به سيدنا علي بن أبي طالب، فكان حواليه مجموعة. وصل إلى هم في الطريق لخيمة، هل عندك؟ سلموا عليها. فمحتاج نغمض كده ونتصور أننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وتشوف أنوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قعدنا نصفه وجمعنا بلغاء الدنيا من أولها لآخرها مش هنعرف نوصفه، لكن قطرة من بحار أنوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليك. وعليكم السلام. عندك لبن تبيعيه؟ لا. طب تهادين؟ ليس عندي لبن. طيب هل عندك من شاة نحلبها؟ قالت لا. فرأوا شاة كبيرة السن، عجوز، ضعيفة وهزيلة، هذه الشاة قالوا هي قالت هي أكبر وأسن من أن يكون بها لبن، ده كبر سنها قوي وجف لبنها وجف الضرع، والضرع قلص. تخيلوا كده البالونة لما ينتهي الهواء اللي فيها تماما، فاتلمت كده الضرع. قالت خلفها الجهد عن أن تخرج للرعي، كبيرة السن مش قادرة تخرج ولا تمشي. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتأذنين بحلبها؟ قالت نعم إن وجدت بها لبنا. يعني لحد دلوقتي مش عارفة هو مين. فأتوا بالشاه، شوفوا الجمال والحلاوة، دعا بماء، جابوا له المية، غسل الضرع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل الضرع قبل أن يحلبه، وبعدين غسل يديه وغسل الإناء ودعا ربه، دعا ربنا وتضرع إليه ومسح الضرع. فتخيلوا بقى البالونة وهي بتتنفخ، الضرع عمال يمتلئ لبن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله عز وجل وبيديه الشريفتين، الله على اللبن اللي بيحلبه سيدنا النبي، سمى الله عز وجل وبدأ سيدنا النبي يحلب بيديه الشريفتين. تصور نفسك معاه، ملأ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء، الله أكبر، سقى الجميع ثم شرب آخرهم. عشان شوف الأدب النبوي العظيم الراقي الشيك الحضاري الجميل، سقاهم كلهم وبعدين شرب هو، ثم حلب مرة ثانية، سقاهم وشرب هو، ثم حلب مرة ثالثة، سقاهم وشرب صلى الله عليه وسلم، ثم حلب فملأ الإناء وترك اللبن هدية للسيدة أم معبد وسلم ومضى. أبو معبد كان يرعى بالأغنام، قبيل غروب الشمس رجع أبو معبد، فأحس سبحان الله كأن فيه مزيد أنوار في الخيمة، ورأى لبنا، قال من أين؟ فحكت له، قال لها طيب اوصفي لي هذا الرجل. فاسمعوا بقى اللي قالته السيدة أم معبد في وصف رسول الله في صلى وصف الله عليه سيدنا وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحلى الأوصاف، وصف
سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك ترى. الله. غمض عينيك كده واسمع كلام أم معبد بأذنك وقلبك وجوارحك. وغمض أنا كمان؟ لا عشان لو هتسأليني حضرتك. ما أنا عايزة أتخيل أنا كمان. تصوري كده حضرتك. قالت ظاهر الوضاءة. أنا هقول كله وبعدين نشرح. بعدين نفصل. حاضر. تمام. ظاهر الوضاءة. أبلج الوجه. حسن الخلق. لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته صحل وفي لحيته كثافة. أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علاه البهاء وإذا تكلم علاه الوقار. أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق. فصل. لا نزر ولا هزر. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا. أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب. له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا إلى قوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود لا عابس ولا مفند. وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Watch it.